مشاهدينا الكرام بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب موضوع حلقتنا النهاردة هو استكمالا لتأملاتنا في الموعظة الشهيرة للرب يسوع والمسماه بالموعظة على الجبل والمذكورة في إنجيل متى والأصحاحات خمسة وستة وسبعة يتناول الرب يسوع في الأصحاح السادس ومن الآيات خمسة وعشرين إلى الآية أربعة وثلاثين موضوع مهم جداً يلمس كل فرد منا وهو موضوع القلق او الاضطراب او الاهتمام او الاحساس بعدم الامان فالقلق من مشاعر الانسانيه الاساسيه الا انه عندما يسيطر على الانسان لفتره طويله يصيب الانسان بالاضطرابات والخوف والانزعاج الذي يرهق الانسان ويجعل حياته مؤلمه ومزعجه ويجعل اعصابه ايضا مشدوده ومتوتره مصدر القلق هو الخوف كالخشيه من الشرور المرتبطه بكوارث طبيعيه او وجود عائق خارجي يؤدي الى الاحباط يصاحب ذلك القلق الحاد ضغط ارتفاع ضغط الدم وازدياد معدل خفقان القلب هنا ياتي الطبيب العظيم الذي لا يعالج فقط الامراض الجسديه ويحيي الموتى بل يعالج ايضا الامور النفسيه الداخليه في الانسان ياتي لكي يتعامل مع خوف الانسان مع اهتمامه ياتي ليقول لنا في الموعظه على الجبل بكل وضوح وكل صراحه لا تهتموا انه يعلم اننا سريعا ما نهتم وسريعا ما نخاف وسريعا ما نقلق ونضطرب لكنه ياتي الينا في خوفنا وفي قلقنا وفي اضطرابنا ليقول لنا لا تهتموا ويقول ايضا لتلاميذه فيما بعد لا تضطرب قلوبكم. اليوم سنتامل معا في هذا الجزء المهم المذكور في انجيل متى والاصحاح السادس. وقبل ان اقرا لكم النص الكتابي اريد ان اذكر حضراتكم بان برنامجنا عبر الكتاب هو برنامج مباشر وخطوط التليفونات مفتوحه والنهارده حابين نرحب بكل مداخلاتكم ومشاركاتكم وكمان لو عندكم اي طلبات صلاه مرتبطه بالموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهارده لا تهتموا اه اتفضلوا يعني اه نرحب بكل مداخلاتكم وبكل ايضا طلبات اه اه صلواتكم خليني قبل ما ابدا الكلام عن الموضوع دون لا تهتموا اني اقرا لحضراتكم النص الكتابي وكلام الرب يسوع لكيما نتامل فيه معا ونقوم بدراسته ايضا معا. يقول الرب يسوع في انجيل متى وفي الاصحاح السادس وفي الاعداد من خمسة وعشرين لذلك اقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون تاكلون وبما تشربون ولا لاجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا ولماذا تهتمون باللباس تأملوا ذنابك الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحده منها فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا افليس بالحري جدا يلبسكم انتم يا قليل الايمان فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره لا تهتموا نبدأ مع بعض في معرفة معنى كلمة لا تهتموا. كلنا نعلم جيدا أن القلق هو مرض هذا العصر. بسبب السرعة الشديدة اللي بنعيشها كل يوم وأيضا الضغوط النفسية والضغوط الجسدية وضغوط العمل وضغوط المجتمع فهناك تغيرات سريعة جدا أوقات كتير ما بنقدرش إن إحنا يعني نبقى معاها باستمرار هذه التغيرات اللي بتحصل كل يوم بل كل لحظه بتحصل من حولنا بتصيب الانسان بنوع من القلق والخوف وعدم الامان. القلق اجمل تعبير قريته عن القلق قال انه القلق هو سارق ينزع او يخطف فرح اليوم وقوه اليوم منك. القلق ايضا لا يفرغ الغد من الامه نحن احنا كل قلقنا مرتبط ببكره فالغد لا لا يفرغ الغد من الامه لكنه يسلب اليوم قوته القلق مثل الكرسي الهزاز اللي بتقعد عليه وتقعد تهتز لكنه هو دائم الحركه لكنه لا ياخذك الى اي مكان انه مرض العصر وسبب لامراض كثيره الكلمه التي ترجمة اهتمام او تهتم في لغتها الاصليه ميري مانو الكلمه دي بتعني انزعاج بتعني اضطراب بتعني ذهن منشغل وقلق ومفكر بامور كثيره فهي من ذهن موحد في تفكيره لكنه ذهن مشتت فهي انزعاج او اضطراب او ذهن مشتت الكلمة أيضا دي الوصفة بأنه لا تهتموا أو كلمة لا تهتموا الشخص المهتم دائما يكون عقله وفكره مشتت ومنقسم ويشعر في أغلب الحالات بالخوف وبعدم الأمان عشان كده يأتي الرب يسوع في الجزء الذي قرأته على مسامح حضراتكم ويقول لنا هذا الامر الالهي هو فعل امر لا تهتموا يعني رب يسوع مش يقول انا بقترح عليك ان انت لا تهتم او ان انا يعني انا شايف ان انت بالنسبه لك شيء جميل ان انت لا تهتم لكنه في اللغه الاصليه وفي الصيغه صيغه الفعل التي استخدمت هنا في كلام رب يسوع هي صيغه الامر هو فعل امر imperative امر وعشان كده ياتي هذا الامر ثلاث مرات، الرب يسوع يذكر هذا الامر في هذا النص الكتابي ثلاث مرات، مش مره واحده لكنه ثلاث مرات، فيقول لنا انه لا تهتموا لحياتكم في عدد 25، عدد 25 يقول لنا هذه الكلمات: لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو بما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. يبقى اول امر الهي الرب يسوع بيقوله لنا هنا في هذا النص هو لا تهتموا لحياتكم لا بالاكل ولا بالشرب ولا ايضا ايه؟ باللبس. لكنه يجي ويكرر هذا الامر ايضا في عدد 30 31 فيقول لتلاميذه وللمؤمنين به: فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس يعني يعني الرب سعود بيأكد هذه الحقيقة مرة تانية إنه فعل أمر أن لا نهتم لكن أيضا في العدد الأخير في عدد 34 يقول فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره فلا تهتموا ثلاث مرات يجي فعل الامر الالهي من الرب يسوع للمؤمنين للتلاميذ لاتباعه لنا نحن اليوم قائلا بكل وضوح لا تهتموا لا تهتموا طبعا عزيزي المشاهد تقول لي الكلام سهل لكن الواقع غير الكلام وانه في حاجات كثيرة في حياتنا لابد أن نهتم بها وفي حاجات كثيرة بتشغل أذهاننا وبتقلقنا وبتخوفنا وفي أمور كثيرة يعني ما بنقدرش أن احنا نوقف التفكير فيها وهنا أجي ل... 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 لبعض الأشياء اللي حابب أوضحها المرتبطة بأمر الرب يسوع لا تهتم طبعا ليس من كلام الرب يسوع أن أنت لا تفكر في الأمر نهائيا ده مش معنى كلام الرب يسوع، ما تقدرش ان انت تشيل الامر ده من دماغك، ما تقدرش ان انت تعزل نفسك عن هذا الامر، لو لو واحد فقد شغله او واحد عنده فواتير ومش قادر يدفعها، او واحد مريض او او شخص عزيز عليه مريض، ما يقدرش انه انه ينزع هذا الامر من تفكيره، الرب يسوع مش بيقول لنا لا تفكر في هذا الامر، الرب يسوع بيقول لنا فكر في هذا الامر لكنك لا تنزعج من كترة التفكير في هذا الامر، لا تهتم. الرب يسوع ايضا بيقول لنا مش معنى ان احنا لا نهتم انه البعض فهمها على انه خلاص انا كل اللي عليا بما اني انا يعني ابن لله ومؤمن بالرب يسوع، انا كل اللي عليا اقعد في البيت واصلي واحط طلباتي قدام الرب وارفع ايدي للسماء وقت لما احتاج وانتظر ان السماء يعني تتفتح والرب يسوع يبعث لي الاحتياج بتاعتي، ده ليس معناه. ده ده معنى يعني شاذ جدا وليس هو المعنى اللي قصده الرب يسوع. لان الرب يسوع قصد ايضا من المعنى اللي قاله من الكلام اللي قاله ان هناك تدبير الهي للانسان. ولما نقرا هذا النص نعرف انه الانسان عليه ان يزرع وعليه ان يحصد وعليه ان يجمع الى مخازن. فهناك عمل الإنسان بعرق جبينك تأكل خبزا لكن إذا الإنسان تكاسل وقال أن الرب أنا خلاص مؤمن بوعد الرب وأنا مش هشتغل ومش هقوم بدوري والرب هو يعتني بي هذا الكلام بعيد كل البعد عن الرسالة اللي بيوصلها الرب يسوع وليس معناه أيضا أنه أنا ما بقاش عندي تفكير في المستقبل أو تخطيط للمستقبل بعض بيقول بما انه الرب يسوع قال الكلام ده لا تهتموا الغد فانا مجرد انه اكل والنهارده واعيش اليوم وبكره ما عنديش ما فيش اي مشكله عندي انا كل اللي عندي حتى كل اللي بيجي لي النهارده اصرفه النهارده. طبعا الرب يسوع لا يقصد هذا. فهناك ايضا اشياء كثيره وكلام كثيره في الكتاب المقدس عن اهميه التخطيط. اهميه التصرف بحكمه اهميه انه الانسان يكون حكيم في اليوم وفي الغد ايضا انه لا يكون انسان مبذر ولا يكون انسان ايضا كسول ولكنه يتعلم من النمله تعلم من النمله ايها الكسلانه ونتكلم عن الجزء ده فالرب يسوع لا يقصد بكلامه لا تهتموا انه احنا ما نفكرش نهائيا في الامر ولا يقصد ان احنا نتكاسل ولا يقصد ان احنا كل اللي احنا نعمله ان احنا ننبسط اليوم او نصرف ما عندنا اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب زي ما بيقول المثل لكن رب يسوع لا يقصد هذا الكلام نهائيا لكنه لما يقول رب يسوع لا تهتموا هو بيقول لنا لا تضطربوا لا تضطربوا قوم بدورك قوم بعملك قوم بي بكل امانه امام الرب اعمل شغلك بالظبط زي ما هو مطلوب منك ويمكن اكتر اصحى الصبح بدري عشان تزرع وتسقي زرعك اهتم بيه اهتم بهذا الزرع اهتم بهذا الشغل اهتم بحياتك اهتم بجسدك لكن الرب يسوع بيقول لا تضطرب لا تضطرب كمان بيقول لا تنزعج لا تقلق لا تخاف ده اللي عايز يقوله الرب يسوع لكن الرب يسوع لا يوجه هنا دعوه للتكاسل ودعوه للتراخي عن العمل. لكنه لماذا يامرنا الرب يسوع ان لا نضطرب؟ لماذا يامرنا بان لا نهتم؟ ايه الاسباب اللي بيقولها لنا هنا الرب والرب يسوع هنا يعني قد ايه هذه الحكمه وكلام الحكمه الخارج من فم الرب يسوع لي كل المجد. وهو بيكلمنا في هذا الجزء كأنه بيتحاور مع عقلنا يعني هو كأنه عارف اللي أنا بفكر فيه فبيتحاور مع عقلي وبي وبياخدني خطوة خطوة فبيقول لي أنا بقول لك لا تهتم لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون وكأنه بيسمع يعني اعتراضي على الكلام ده وأقول له إزاي يا رب ازاي لا اهتم بالاكل وبالشرب واللبس؟ ايه الاسباب اللي تخليني ما اهتمش بهذه الامور؟ فيبدا الرب يسوع يقول لي الاسباب المنطقيه اللي عايزني انا اصل الى هذا الملخص انه ملخص عدم الاهتمام. اول سبب بيقوله لي الرب يسوع له كل المجد يقول لي ايه؟ لان الحياه افضل من الطعام. هو قال كده يقول كده أنه لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام؟ أليست الحياة أفضل من الطعام؟ يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده مهم جداً اللي بيقوله رب يسوع رب يسوع بيقول لي فكر عايزك تفكر الحياة اللي أنت عايشها أليست هي عطية الله ليك النفس اللي بيخرج منك كل يوم ده كل ثانية أليس هو عطية الله ليك؟ فإذا كانت الحياة نفسها اللي أنت عايشها النهاردة هي عطية الله أفلا يهتم الله بالأشياء الصغيرة الأخرى يعني إذا كان الله إدانا الشيء الأعظم هل يبخل علينا في الشيء الأقل ده اللي عايز يقوله رب يسوع فاذا كان الرب يسوع ادانا الحياه الله ادانا الحياه كويس اللي احنا عايشينها النهارده انت النهارده حي وتقدر تشتغل وتقدر تخرج وتقدر تتكلم مع الناس وتقدر ان انت تتحرك والرب مديك نعمه فالحياه اللي انت عايشها النهارده دي هي عطيه الله به نحيا ونتحرك ونوجد فاذا كانت هذه العطيه هي من الله وهي عطيه عظيمه افلا يعطينا الله الاشياء الصغيره لنستمر في هذه الحياه؟ فكر فيها جيدا تقدر تشتري الحياه اللي انت عايشها؟ تقدر؟ تقدر ان انت تتحكم فيها؟ دي مش بتاعتك ولا بتاعتي دي بتاعت الرب. والرب اعطاها لنا عطيه من عنده. وبالتالي اذا كان الرب احيانا اليوم النهارده فهو ايضا هيعطينا نعمه في ما نحتاجه اليوم لنستمر في الحياه ده اللي عايز يقوله رب يسوع نفس المنطق ده استخدمه الرسول بولس في كلامه للمؤمنين في روميا وفي اصحاح 8 وفي عدد 32 لما بيكلمهم عن عن اهتمام الله وعن رعاية الله وعن انه انه ما فيش حد هيشتكي علينا الله هو الذي فدانا المسيح هو الذي يعني مات من اجلنا الى اخر هذه هذا النص الجميل حتى لما بيوصل ويقول انه من سيفصلنا عن محبه المسيح اشد ام ضيق ام جوع ام قطر ام سيف الى اخر هذا هذه الامور لكنه يقول عباره جميله جدا نفس الاسلوب الفلسفه لو حبيت اقول او نفس المنطق اللي بيتحاور بيه مع العقل الانسان يقول الذي لم يشفق على ابنه بولس بيقول لنا كده عن الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من اجلنا اجمعين او لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء يعني اذا كان الله اعطانا الاعظم الأسمى أجمل شيء أعظم شيء الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين فكيف لا أيضا معه كل شيء وإذا كان الله ادالك النهاردة الحياة وادى الأهل بيتك الحياة وادى الأولادك الحياة أفلا يهتم الله بالأشياء الصغيرة كأكل وشرب ولبس ألا يهتم الله بفواتيرك وباحتياجاتك ده أول شيء الرب يسوع بيكلمنا لأن الحياة أفضل من أتفكر فيها كل يوم الصبح يا رب أنت اديتني حياة النهاردة والحياة أفضل من الطعام ولأنك اديتني الأعظم هتديني ايضا معاه الاصغر ولانك اديتني الافضل فانت تديني معاه ما يجعل هذه الحياه تستمر اليست الحياه افضل من الطعام ده السبب الأولين يبقى لماذا يامرنا الرب يسوع بان لا نهتم ببساطه لانه هو اعطانا ايه اعطانا الحياه واذا كان اعطانا الحياه فهو ايضا هيعطينا اللي يسدد احتياجاتنا كل يوم السبب الثاني لماذا يجب أن لا نهتم؟ لأن الجسد أفضل من اللباس نفس المنطق اللي استخدمه الرب يسوع في كلامه عن عن الحياة والأكل والشرب استخدمه أيضا في الكلام عن اللباس فيقول كده له كل المجد لأن الحياة أفضل من اللباس ويقول لنا هذه الكلمات في في الأعداد آه، الأعداد اللي هي موجودة في عدد 39 في عدد 30 فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا كويس أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان هو 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 هو, هو أعطانا أعطانا الجسد وهو أيضا هيهتم باحتياجات الجسد. هو اعطانا الجسد ويهتم باحتياجات الجسد ويقول لنا والجسد افضل من اللباس، الجسد افضل من اللباس. دي دول اول سببين بيقولهم لنا الرب يسوع. لماذا يجب ان لا نهتم؟ لما بيقول لنا وصيه بيقول لنا ايضا الاسباب اللي تجعلنا اللي الاسباب اللي تجعلنا ان احنا آآ آآ نقبل ونطيع هذه الوصيه ونعيش بهذه الوصيه لان الحياه افضل من الطعام ولان الجسد البادي بتاعي ده افضل من اللباس فبما ان الحياه افضل من الطعام فهيديني الطعام مع الحياه ولان الجسد افضل من اللباس فيعطيني ايضا اللباس مع الجسد اوكي طيب اييي أه نكمل مع بعض يقول لنا ايه؟ السبب الثالث اللي قاله الرب يسوع لكل المجد. انه الله له كل سلطان. الله له كل سلطان، ولان الله له كل سلطان فيستطيع ان يدبر مش بس احتياجات الانسان، لكن ايضا احتياجات الـ الطيور، الـ الكائنات اللي خلقها. فيقول لنا هذه الكلمات الله معطي الحياه، معطي الجسد، هو الخالق. هذا الاله اللي, لما كلمنا المره اللي فاتت كلمنا على ان اصحاح ستة ذكر فيه عباره ابوكم الذي في السماوات او اباكم ابوكم ذكرت 11 مره في الاصحاح وكانوا بيقول انه انه هذا الاصحاح مرتبط بابناء الملكوت هذه الحياة هي حياة أبناء الله الذين قبلوا يسوع المسيح مخلص الشخص لحياتهم فلأني أنا ابن فأنا صرت ابن لله وهذا الإله هو الإله القادر على كل شيء الذي يستطيع كل شيء الذي يستطيع أن يسدد بطرق معجزية خلال أربعين سنة في البرية الله لم يعوز شعبه أي شيء أكل أكلهم حتى الصنادل اللي كانوا لابسينها في رجليهم ما شيء اهتم بيهم هو أيضا أمس واليوم إلى الأبد ما بيتركش أبدا أولاده عشان كده في مزمور آه آه مزمور 46 مزمور 46 من ال ال مزمور 46 من المزامير الجميله جدا بتكلمنا عن عنايه الله واهتمام الله. هقرا لكم بعض الاجزاء من هذا المزمور. يقول له كل المجد. في الكتاب المقدس ربنا بيشجعنا بهذه الكلمات يقول ايه؟ يقول نهر سواقي تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلي الله في وسطها فلن تتزعزع يعينها الله عند أقبال الصبح وبعدين يقول لنا هذه الكلمات يقول كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم أتعالى في الأرض رب الجنود معنا ملجأنا الى يعقوب هو رب الجنود وهو معنا وهو ملجانا الى يعقوب، ايضا في مزمور 146 بكلمات اخرى يقول لنا ايه؟ يقول لنا هذه الكلمات: الصانع السماوات والارض، البحر وكل ما فيها، الحافظ الامانه الى الابد، المجري حكما للمظلومين. عايز اقول لك لو انت مظلوم النهارده انتظر الرب. الرب يجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع. الرب يطلق الاسرى، الرب يفتح اعين العمي، الرب يقيم المنحنين، الرب يحب الصديقين. الرب الرب هذا هو الاله الذي نعبده، هذا هو الاله الذي ننتمي اليه، فالسبب الثالث اللي جعلني انه لا اهتم هو ادراك لمين هو الله. ادراكي ان هو الاله الخالق العالي المتسامي الاب المحب المعتني الذي يعتني بكل خليقته، ولا يوجد امر مستحيل عند الرب هو هذا الاله العظيم، لكن السبب الرابع وايضا سبب مهم يقدم الرب يسوع لنا كمؤمنين يقول لنا لان الانسان افضل الانسان افضل شوفوا كلام الرب يسوع يقول ايه يقول انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن هو كانه بيكلم عقولنا رب يسوع يعني لما بيكلمنا بيكلم, بيكلم العقول لانه لما العقل بيستنير لما العين بتنفتح لما الانسان بيدرك الحقيقه اللي الرب عايز يوصلها بتتغير هو عايزنا نقف قدام الحق فالحق شخصه والاعلان الالهي اللي بيقدمه لينا ايضا يحررنا انظروا الى طيور السماء مالها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يعمل ايه يقوتها بس الطيور ما بتعملش اي حاجه من دول لكن الرب اللي خلقها هو بياكلها الستم انتم بالحري افضل منها يبقى يبقى انا كانسان افضل من الطيور اللي الرب بيهتم بيها فاذا كان يعني هو عايز يبدا هنا الارجمنت بقى من الاقل للاكبر يعني اذا كان الله بيهتم بالاقل فهو ايضا هيهتم بايه؟ بالاهم. اذا كان بيهتم بالطيور فهو هيهتم بالانسان. اذا كان بيهتم بالكائنات فهو يهتم بيا وبيك. ده ده يعني يعني شوفوا انا عايزكم بس يعني تشوفوا جمال كلام رب يسوع والمنطق اللي بيستخدمه في الكلام وبالاخص هو بيكلم ناس خايفين ومضطربين ومنزعجين. ألستم أنتم بالحري أفضل منها وكمان يقول في عدد عدد 30 فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان ودي حاجه من الحاجات الجميله اللي بيقدمها لنا الوحي الالهي والكتاب المقدس ان ربنا يوم ما خلق الانسان خلقه كتاج للخليقه نفخ في نفسه نسمه حياه الانسان خلق على صوره الله وعلى شبه الله ليس الصوره الماديه لان الله ليس ماده الله ليس جسد مادي لكن الله روح لكنه ككائن مفكر عاقل اجتماعي. يقدر ينوب عن الله في الخليقة بتاعته والله اهتم بهذه الخليقة إذا كان الله اهتم إذا كان الله اهتم بالأقل أفليس يهتم بالأفضل شوف الرب يسوع في البداية ليه إذا كان أعطانا الأهم فهيعطينا الأقل هنا يقول لنا إذا كان بيهتم بالأقل فهيعطي فيهتم إيه؟ يهتم بالأفضل. ده كلام الرب يسوع. طبعا اهتمام الله بالطيور مختلف عن اهتمامه بالإنسان. تدبير الله للطيور غير تدبيره للإنسان. الله دبر للطيور إنها تطير تروح من مكان إلى مكان من شجر إلى شجر من في الحقول تجد تجد الأكل بتاعها والشرب بتاعها لكن الله دبر الإنسان حاجة تانية الطيور لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع لكنه وكأنه بيقول لنا أما الإنسان فهو يزرع ويحصد ويجمع ده المنطق اللي عايز يقوله الرب يسوع فدوري أنا كإنسان أنه أزرع دوري أنا أنه أحصد دوري أنا أنه أجمع علي دور وعش كده سفر الأمثال بيقول لنا حاجة جميلة جدا يقول لنا أنه اتكلنا على الله وعدم اهتمامنا ليس معناه التكاسل وليس معناه التراخي عن الدور اللي ربنا كلفنا به كبشر أو دوري كمهندس أو كدكتور أو كعامل أو, أو أي شيء ربنا ادهوني كشغل أنا لازم أقوم بهذا الشغل على أكمل وجه فيقول لنا إيه في سفر الأمثال اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيما قليل نوم يعني لو واحد بقى كسلان قليل نوم بعد قليل نعاس وطيء اليدين قليل للركود فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز يعني واحد المنبه الصبح يرن مش عايز يقوم نايم طول الليل نايم له 8 ساعات ومش عايز يقوم الصبح بدري عشان يروح شغله فيتكاسل ويقوم مش عايز يتحرك من السرير، ولو تحرك من السرير مش عايز يطلع بره البيت. فالكتاب بيقول لنا ان شخص زي كده بياتي فقره كساع وعوزه كغاز يعني بسرعه كالغذاء اللي بيجي الفقر بياتي ك ك كشخص بيغزو هذا الشخص ويمتلك حياته، لكن علينا دور لكن الرب بيقول لنا لا تهتم. لا تهتم طيب اكمل مع مع حضراتكم بقى احنا عن اربع اسباب قدمهم رب يسوع وانا حابب انه نراجع مع بعض الاسباب دي لانه التكرار بيعلم الشطار فاحنا مثلا اول سبب قاله لنا انه الحياه افضل من الطعام ثاني سبب قاله لنا لان الجسد افضل من اللباس وتالت سبب لانه الله ابانا هو الخالق صاحب كل السلطان هو الذي يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر ورابع سبب الهلنا أيضا الرب يسوع له كل المجد لأننا أفضل الإنسان أفضل اعرف مكانتك بالأخص كابن لله اعرف أنك غالي عند الرب الذي لم يشفق على ابنه من أجلك ومن أجلي فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء وهنا طبعا كل شيء ليس معناها كماليات الحياه لكن كل شيء نستطيع ان نعيش ونعيش حياه كريمه به. السبب الخامس انه اذا اهتميت وقلقت وانزعجت واضطربت لا هيقدم شيء ولا يزود شيء ولا ياخر شيء. يعني يعني انت بس بتزود على نفسك ثقل لكنه انت بتزود على نفسك ثقل كبير لكنك هذا الثقل لا بيخليك تحل المشكله ولا بتقدر تحل المشكله طيب خليني اخد تليفون من الاردن الاخ ابو مهند الو مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك تحيه محبه للدكتور الاخ اشرف عزمي آه شكرا آه شكرا آه ما هو يا ترى سبب عدم رضانا في هذا العالم. مم. السبب والحاله هذه ان الامر الذي اهملناه والشيء الذي اولى والشيء الذي نسيناه هو طلب ملكوت الله وبره. أي. نعم هذا هو السبب بل كل السبب لان كل منا قد امسى في هذه البلاد في هذه الحياه لا يهتم إلا بماذا يأكل وماذا يشرب مم. وماذا يلبس وكيف يقضي أيام حياته لا سيما في أيام الأحاد والأعياد المقدسة مم. في الله والطرب وإرضاء أمياله الجسدية وأما بشأن طلب ملكوت الله وبره أي بشأن إتمام واجباته نحو الله القريب والمسمى بالواجبات الدينية والأدوية فلا يهتم ولا يفتخر كأننا إنما ولدنا وآمنا واعتمدنا لأجل الاهتمام فقط بهذه الأمور أ... الجسدية أ... أبو مهند محمد... لأجل الاهتمام أيضا وبالأكثر بواجباتنا الدينية أخ أبو مهند أنا عندي حابب أعمل معك حابب أعمل معك حوار شوية كويس كلنا كلنا كبشر بنمر بظروف صعبه يعني ما فيش واحد من عاش على هذه الارض لم يواجه ظروف صعبه سواء مرض، سواء احتياج مادي، سواء خوف على اولاده، خوف على على حياته، خوف على شغله، يا ترى لما لما بتواجه يعني لما بتواجه ظرف زي كده في حياتك ايه اكتر حاجه بتعملها بتديلك سلام و وبتديلك طمأنينه؟ أه افضل حاجه اني برفع دائما همي الى الرب واطلبه واصلي له ولا كي يحفظني او يساعدني او يرزقني بحياه حسنه وجيده هذا هو دائما ارفع صلاتي الى الرب دائما دائما امين هذا ما اطلبه من الرب دائما امين وعشان كده الرب يسوع قال آه لينا كلنا تعالوا الي جميع المتعبين وثقلي الاحمال وأنا أريحكم أشكرك آه الأخ أبو محمد أبو على آه مداخلتك آه آه معنا الرب يبارك حياتك ويستخدمك دايما لمجد اسمه الاهتمام والقلق وده الخامس اللي قاله الرب يسوع والرب يسوع كأنه بيحاور مع عقولنا أنه هو عايزنا نفكر يعني زي ما انت يبقى عندك طفل آه ابنك في البيت وخايف فبتعمل معاه بتعايز توصله انه الخوف ده حالة ذهنية الخوف ده اللي في حياته اولا واخيرا دي ده, ده حاله ذهنيه فتبدا طب انت خايف من ايه طيب لو حصل كده ممكن يحصل ايه طيب لو انت مثلا خايف انه انه حد يجي على البيت طب ما احنا عندنا الشبابيك مقفوله عندنا البيبان يعني بتبدا ان انت توريزن معاه ان انت تتحاور معاه ان انت توصله الى انه في الاخر يقول انا فعلا القلق اللي في حياتي والخوف اللي في حياتي ده ملهوش اساس ده اللي بيعمله هنا الرب يسوع مع التلاميذ ومع المؤمنين كمعلم كطبيب نفسي بيحاور انفسنا وبيحاور عقولنا علشان يوصل الى ان احنا نقول فعلا رب انه احنا مش لازم نهتم انه الهم ايضا والقلق والانزعاج والاضطراب ما هو الا خطيه خطيه عدم الثقه في شخصك الرب يسوع بيقول لنا طب انت لو اهتميت هفترض ان انت اهتميت يعني هفترض ان انت قلقت وما بتنامش وبتاخد مهدئات وان انت متوتر وضغطك ارتفع ونبضات قلبك زادت وكل الاشياء دي موجوده هل ده حل المشكله؟ ده اللي عايز يقوله الرب يسوع من منكم اذا اهتم يعني لو انا انت اهتميت يقدر ان يزيد على قامته ولو ذراع يعني يعني الهم ده هيوديك فين مش هيوديك في حته زي ما قلت التعريف اللي قبل كده انه الهم اكنك قاعد على الكرسي الهزاز اللي بيتحرك لكنه مش بياخدك الى اي مكان فانت بتتحرك ذهنك بيتحرك جسدك متوتر لكنه مش بياخدك الى اي مكان لا بتحل المشكله ولا المشكله بتتحل بهذا الامر ولا بيبقى عندك سلام وإنت بتفكر بهذه الطريقة عشان كده رب يسوع قال ومن منكم في عدد 27 ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا مين يقدر يعمل كده طيب السبب السادس لعدم الاهتمام إنه أباكم سماوي يعلم احتياجاتكم ما أجمل هذه الحقيقة اللي اطمن القلب فعلا انه ابويا السماوي يعلم احتياجي. احنا كاشخاص بنبدا نهتم بعد ما بنكبر واحنا اطفال ما بنهتمش. يعني أنا الطفل اللي عايش مع ابوه وامه في البيت، لا بيهتم آه انه الأك... الوجبه الجايه آه هاكلها ولا مش هاكلها، ولا آه البنطلون اتقطع آه ابويا هيجيب لي بنطلون ولا لا، آه مش بيهتم لانه واثق في انه أبوه بيعلم احتياجه واحنا كآباء بشريين وآباء بيقول علينا كتاب أشرار وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكان بالحري أبوكم السماوي الذي يهب خيرات للذين يسألونه لأن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها أبوكم يعلم ان انتم محتاجين الى هذه كلها. هو يعلم كده. هو يعلم. هو يعلم احتياجك النفسي. هو يعلم احتياجك الجسدي. هو يعلم ما تمر به وما تجتازه. هو يعلم مرضك. هو يعلم الفواتير اللي عندك. هو يعلم كل هذا. هو يعلمها جيدا. لكنه علم الله بها لا يعني ايضا ان انا ما اصليش لان البعض ممكن يقول اذا كان الله عارف انه انا محتاج لكل هذه الامور طب ليه انا اصلي وليه انا اطلب من الرب؟ يعني بالظبط زي ما المره اللي فاتت ذكرت لحضراتكم يعني لو 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 انا حطيت لابني رصيد في البنك بس طلبت منه انه ده دفتر الشيكات كل ما تحتاج تكتب وتروح البنك وتاخد بيز. الله بيحب انه يتحاور معانا يحب انه يتكلم معانا يحب ان احنا نكون في علاقه معاه فالصلاه هي ان انت تتحاور مع الله هو يعلم احتياجك لكنه كاب محب يريد ان يرى ايضا ابنائه محبين له وعش كده يقول لنا كتاب ان اباك السماوي يعلم ما تحتاجون اليه السبب الاخير بقى السابع انا بتكلم بس عن الاسباب اللي ذكرها الرب يسوع في الكتاب المقدس فيه اسباب كتيره يعني اللي هيكتب لسته طويله من اول التكوين لسفر الرؤيا عندنا اسباب كتيره جدا مذكوره لكنه انا بتكلم عن النص اللي ذكره الرب يسوع هنا وكلام الرب يسوع له كل المجد في متى واصحاح سته من الاعداد 25 الى 34 السبب السابع والاخير انه الاهتمام والقلق بيلخبطوا اولويات الحياه. انه انه عندنا اولويه بتتلخبط، ايه اولويتنا؟ زي ما قال لنا الاخ ابو مهند انه لما ذكر انه اسباب قلقنا وانزعاجنا هو ان احنا جعلنا الأس... جعلنا يعني اهداف حياتنا متلخبطه، فبدل ما الانسان يطلب اولا ملكوت الله وبره. اصبح الانسان يطلب ياكل ويشرب ويلبس. وكل اللي همه وكل مركز تفكيره في الحياة هو الأكل والشرب واللبس طبعا حطوها النهاردة بصيغة القرن الواحد وعشرين من أمور كويس لكنه الرب بيقول لنا هنا أنه أن احنا أصبحنا الإنسان أصبح مركز نفسه ودي دي النقطة الكبيرة اللي بيقولها الرب يسوع أنه الخطية بتاعتنا أنه لما بنهتم احنا بنبقى المركز مشاء الله عشان كده ربي يسوع بيقول لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها اذا كنت بتهتم بالله كويس فهو اذا كان اداك الحياه واذا كان اداك الجسد فهيديك مع الحياه الطعام والشراب وهيديك مع الجسد اللباس هيديك الاحتياج بتاعك كويس اللبس اللي انت محتاجه الله هيهتم ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكان بالحاري ابوكم السماوي. يقول لنا الرب يسوع في عدد 33 لكن اطلبوا اولا اولا الاولويه بتاعتي اولا ملكوت الله وبره. وهذه كلها تزاد لكم. داود قال عباره جميله جدا على انسان تقي عاش مع الرب. وهو عاش حياه شاف فيها ناس كثيره وتعامل فيها مع ناس كثيرين. لكنه قال في كاختبار كملخص لملاحظته لمعاملات الله مع الأبرار قال إيه كنت فتى والآن قد شخت ولم أرى صديقا قد تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا مش بس الرب بيبارك الإنسان اللي بيطلب أولا ملكوت الله وبره لكن كمان بيبارك أولاده اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم طيب الرب يسوع هنا بيض ايضا قال لنا ناخد بالنا من حاجة قال لنا طريقة تفكيرنا ابناء للملكوت ينبغي ان تكون مختلفة عن طريقة تفكير الامم عشان كده قال ايه شوف الرب يسوع لي كل المجد قال لهم آم آم او ماذا نشرب او ماذا نطلب او نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم هذه كلها تطلبها الأمم طب يعني إيه يا رب أنا عايز طريقة تفكيركم تكون مختلفة عن طريقة تفكير الأمم طب إيه بقى طريقة تفكير الأمم اللي رب بيحذرنا منها الأمم أو الشعوب وهنا يعني الوثنيين الأمم اللي عن الله اللي ما عندهاش إعلان الله في الكلمة واللي ما عندهاش أيضا إعلان يسوع المسيح الإعلان اللي اكتمل في شخص يسوع المسيح كويس عايشين ازاي عايشين في فكرتين وناس كتيره بتبقى كل واحد عنده فكره يعني واحده واحد من التو جروبس دول يا اما عايش بفكره الصدفه ان كل حاجه في حياتنا هي بالصدفه ما فيش ما فيش اله فهناك صدفه الصدفة هي اللي بتنجحني، الصدفة هي اللي بتصنع الثروة، الصدفة هي إن أنا صحين كويس، الصدفة هي اللي خرجتني من ظروف عايش بالصدفة، كل حاجة في الصدفة. إنه حياته كلها صدفة. وكأن الله مش موجود. كل الخير اللي عنده أو كل أيضاً الأشياء اللي في حياته هي كلها بالصدفة. كلها صدفة. فصير الصدفة هو الإله. لهذا الشخص الطريقه الثانيه هي طريقه القدريه المكتوب على الجبين لابد ان ترى العين يعني يعني انا انا مكتوب لي ان انا اعيش فقير هعيش فقير انا مكتوب لي ان انا هبقى جعان انا هبقى جعان انا مكتوب لي ان انا اعمل خطيه فانا هعمل خطيه انا كل حاجه والله من كتر ما حبته ليا كتقي فالله ممكن أيضا يجرب ويبتلي أحبائه يبتلي أحبائه وعش كده حابب أن احنا نشوف مع بعض فيديو عن فكرة القدرية اللي هي بعيد كل البعد عن فكرة الكتاب لأنه ده من تفكير الأمم خلونا نسمع الجزء الخاص بالفيديو وإلا فالشر ليس إليه جل جلاله تؤمن به وتعلم يقينا أن ما قدره الله لك وما اختاره الله لك والله العظيم هو السعادة هو السعادة هو السعادة في الدنيا والآخرة بس أنت حضرتك لا ترى ما وراء الجدران ولا ترى ما وراء الحجب الله يسمع ويرى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون واعلم بأن اختيار الله لك هو أعظم وأفضل وأجل وأكرم اختيار لأن الله حكيم فعطاؤه لحكمة ومنعه لحكمة وابتلاؤه لحكمة إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم النبي يقول كذا والحديث رواه الإمام الترمذي بسند حسن إن الله إذا أحب قوما إبتلاهم فمن رضي فله الرضا اللهم ارزقنا الرضا اللهم اجعلنا من أهل الرضا اللهم ارزقنا الرضا بعد الصبر يا أرحم الراحمين طبعا انا بعتذر لانه احنا بنتكلم عن حاجات جميله جدا كلام الرب يسوع له كل المجد وبعدين يجي كلام بالشكل ده لكن انا حابب بس انه ان احط المقارنه انه ما بين كلام الرب يسوع وما بين هذا الكلام الذي يعتبر من اللي قاله الرب يسوع انه هذا هو تفكير الامم تفكير الامم تفكير الامم البعيد كل البعد عن فكره الله اللي بيقول عنه في ارميا 29 11 لان افكاري من جهاتكم هي خير وسلام انه ان طريقه تفكيرنا بقى احنا كمؤمنين ابناء للملكوت ليست الطريقه القدريه وليست ايضا طريقه الصدفه طريقه تفكيرنا هي اليقين بنسميه سورتينيتي ان احنا عندنا يقين ايه بقى اليقين ده اليقين ده في ثلاث حاجات مهمين قوي اول حاجه عندي يقين كامل في سلطان الله المطلق الله ابويا صاحب السلطان المطلق ما فيش حاجه بتحصل غصب عنه وما فيش حاجه بتحصل من ورا ظهره هو المتحكم في مملكه الناس هو الذي يستطيع ان يشبع الطيور ويستطيع ايضا ان يلبس زنابق الحق اجمل من كل ما كان بيلبسه سليمان هو هذا هو ابي الاله القدير الذي لا يعسر عليه امر دي اول حاجه اليقين عندي يقين في مين هو الله عندي يقين في محبته عندي يقين في قدسته عندي يقين ايضا في بره عندي يقين في رحمته في صلاحه هذا هو يقين المؤمن في شخص الله لكن كمان عندنا يقين كمؤمنين ان كل الاشياء تعمل معنا الخير احنا موجودين في عالم شرير وما حولنا من شر شوفوا الجوع المرض الالم المعاناه دي كلها ليست اشياء خلقها الله لكنها اشياء وجدت بسبب الخطيه لكن الله الله المتسلط والمتحكم وسيد الكون يستطيع ان يحول حتى الشر اللي ممكن يصيب حياتي نتيجه ناس او نتيجه ظروف يحوله الى خير وهذا بالضبط ما قالوا لنا يوسف انتم قصدتم بي شرا واما الله فقصد به بهذا الشر قصد به خيرا يبقى عندي أنا كمؤمن يقين يقين في سلطان الله ويقين أيضا في أن الله يستطيع أن يحول الشر إلى خير كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله كمان اليقين الثالث والمهم قوي أن هذا الإله هو أب لي أب لي أب لي وأب ليك هو بيهتم بينا بيهتم بحياتنا بيهتم باحتياجاتنا عندنا هذا اليقين هذه هي الثقه التي عندنا من نحوه هذا هو اليقين اللي عند المؤمن فاحنا لسنا اصحاب نظريه الصدفه وليس ايضا من اتباع نظريه الـ 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 الجبريه او نظريه القدريه لكنه احنا احنا عندنا اليقين احنا يقين في الداخل نحو شخص الله سلطانه محبته رحمته انه يحول كل الاشياء ويجعل كل الاشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله طيب خلينا نتكلم عن الرب يسوع هنا ايضا اتكلم عن القلق وربطه او الاهتمام وربطه بقليل الايمان يعني اتكلم عن الجزء ده لما قال لنا ايه قال الرب يسوع هنا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان وكأنه بيقول أنه اهتمامنا إذا اهتمينا فالاهتمام دوا هو مظهر من مظاهر قلة الإيمان يعني إيه قلة الإيمان؟ ما قالش عدم الإيمان هو قال قلة الإيمان وهنا طبعا في تفسيرات كثيرة لموضوع قليل الإيمان لكنه من اجمل الحاجات اللي ممكن يعني نتفق عليها كمفسرين انه دول مؤمنين الناس دول مؤمنين اللي بيكلمهم رب يسوع مؤمنين التلاميذ دول مؤمنين احنا مؤمنين كويس لكنه لما يقول لنا يا قليل الايمان عايز يقول لي انت ايمانك لم يتعدى الايمان الخلاصي ان انت ان انت وثقت في يسوع المسيح كمخلص شخص لحياتك لكنه هناك ابعاد اخرى انه هذا المخلص اللي خلصك من خطاياك هو ايضا بيرعاك بيسدد احتياجك بيسير بوجهه امامك بيمهد الصعاب هو هو يعلم احتياجك جيدا ثق فيه انه في الايمان بينتج عنه آآ آآ الثقة يعني أن أنا أبقى عندي ثقة في الرب عندي يقين في الرب أعيش حياة الأمانة مع الرب أنه مؤمن وأمين مع مع شخص الله عشان كده لما نيجي لتعبير يا قليل الإيمان اللي هنا اللي ذكر في العدد 30 من إنجيل متى وأصحاح ستة هذا التعبير قليل الإيمان وصف أربع مرات في انجيل متى والاربع مرات دول مهمين جدا لانه بيوصلوا لنا حقيقه مهمه قوي انه اول حاجه قله الايمان ارتبطت هذه قله الايمان بالاحتياجات الجسديه بالاهتمام بالحاجات الجسديه انه يوم اهتم بالامور الجسديه واضع هذه الامور الجسديه كموضوع انزعاج واضطراب وقلق في حياتي فانا الكتاب بيوصفني اني قليل الايمان كويس ده اللي قاله الرب يسوع فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يعني ابن ليله وخلاص خلص يعني كل اللي عاشوا 24 ساعه كويس يلبسه الله هكذا يعني الاشياء الوقتيه دي الأشياء اللي في نظر الناس ليس لها معنى وليس لها قيمة إذا كان الله بيلبس يعني عشب الحقل كويس أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان مش كده عزيزي المشاهد حلو إن احنا نختبر إيماننا في شخص الله هل هل أنا بس قبلت المسيح مخلص شخص الحياتي وعايش حياتي معتمد على نفسي آآ الان آآ خايف منزعج مضطرب متوتر آآ ام انا عايش حياتي آآ آآ في ثقه كامله في شخص الله قليل الايمان ايضا او قله الايمان ارتبطت مش بس بالاحتياجات الماديه ارتبطت بالخوف من تحديات الحياه عشان كده لما نقرا في مادة 8 متى 8 وفي عدد 23 الى 27 بيقول هذا النص الكتابي يقول لنا ايه؟ ولما دخل السفينه تبعه تلاميذه، تكلم عن الرب يسوع، واذ اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الامواج السفينه، وكان هو نائما فتقدم تلاميذه وايقظوه قائلين يا سيد نجينا فاننا نهلك. فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليل الايمان، ما بالكم خائفين يا قليل الايمان. ثم قام وانتهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم فتعجب الناس قائلين: اي انسان هذا؟ فان الرياح والبحر جميعا تطيعه. شوفوا قد ايه بقى؟ لما التلاميذ خافوا الرب يسوع قال لهم: ما بالكم خائفين يا قليل الايمان؟ اوقات كتيره بنخاف اول لما تيجي تحديات في الحياه او لما تيجي امواج تخبط سفينه حياتنا او لما تهتز الحياه وكان المسيح مش موجود ورب يسوع بيقول لنا لماذا انتم خائفين يا قليل الايمان رب النهارده يمد ايده على الرياح اللي في حياتك ويمد ايده على الامواج اللي بتخبط سفينه حياتك وينتهر البحر والريح فيهدأ تختبر سلطانه تختبر قدرته قليل الإيمان أيضا ارتبطت بالشك في كلام المسيح فاكرين بطرس لما السفينة كانت أيضا كادت أن تغرق ورب يسوع جالهم ماشيا على المياه وشافوه من بعيد وظنوا وظنوا أنه خيال يقول الكتاب فخافوا فخافوا فبطرس قال للرب يسوع يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعالى فقال فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت يعني تبقى ماشي مع الرب كويس قوي بالرغم من الأمواج وبالرغم من المعجزة بيصنعها الرب في حياتك لكن تيجي في النص وتشك تضعف ورب يقول لك لماذا شككت يا قليل الإيمان رب يديك نعمة أنك تكمل اللي أنت بدأته بإيمان تكمل أيضا مع الرب والرب يمد إيده وينتشلك من المياه كمان قلة الإيمان ارتبطت قلة الإيمان ارتبطت بنسيان معاملات الله التلاميذ كانوا قاعدين مع الرب يسوع بيقول لهم تحرزوا من خمير الفرسين والكتبة فظنوا أنه إيه يعني احنا ناخد معانا عيش بقى وخبز واحنا في الطريق فقال لهم انتوا ليه بتفكروا بالطريقه دي انتوا مش فاكرين قد ايه انا اشبعت الجموع مش فاكرين انه بسمكتين بخمس خبزات وسمكتين اشبعت الجموع أنتوا مش فاكرين انا اشبعت 5000 نفس انتوا مش فاكرين ان انا استطيع ان اشبعكم بننسى اولاد اوقات كتيره معاملات الله معانا اخر حاجه اختم بيها عزيزي المشاهد عشان تنتصر على القلق بصلي أن أنت تثق في الرب أكثر وأكثر تثق في الرب اللي بيقولك تشدد وتشجع لا تخف لأن الرب إلهك سائر معك لا يهملك ولا يتركك وفي نفس الوقت تتعود وتتعلم ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم كمان تعيش بالإيمان مع الرب تعيش بالإيمان توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك واختم بحاجه جميله جدا بعلمها لنا الكتاب ان احنا نكون شاكرين يقول لنا الكتاب ايضا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله لا تهتموا بشيء هذه هي امر يسوع وكلام يسوع لي وليك النهارده والى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم